السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيناكم فيديو جديد حلقه جديده كونسيرنون لي زوفر دومبلوا او ماروك بالنسبه للناس اللي مهتمين بفرص الشغل بور دي كانديدا كي سون فريشمون ديبلومي او بيان بالنسبه للناس اللي هما ديجا عندهم وظيفه وكيقلبوا على وظيفه اخرى. الموضوع هو لوفر دومبلوا اون جينيرال. دونك بالنسبه اليوم نهضروا كي قلنا ديما كنجيبوا لكم غير لي مولتي ناسيونال دي سوسيتي كي اون اون غراند كريديبيليتي اللي عندهم المصداقيه وكي خدموا بمعايير دوليه وكي احترموا حقوق العمال وكيكونوا عندهم شهاده ايزو وكيكون عندهم كي كنقولوا كفاءات كبيره لاي واحد يتمنى يخدم معاهم ويدير معاهم ان كارير. دونك بالنسبه لا سوسيتي ديال اليوم اللي غنهضروا عليها هي جي 4 جي 4 اس. سي اون غراند سوسيتي سي اون مولتي ناسيونال عندهم فروع في العالم كامل. لي زون اون غراند كريديبيليتي عندهم مصداقيه وعندهم جوده واي واحد يتمنى يخدم معاهم. دونك بالنسبه اليوم غنهضروا على فرص الشغل اللي كاينين مع هذه الشركه هذه. غادي نهضروا على كيفيه الولوج كيفاش تصيفط السي في ديالك كومون جواندغ لا ليتر دو موتيفاسيون شنو الفرص اللي عندك انك تقبل معاهم شنو هما لي زوفر دومبلوا اللي دايرين اكطويلمون. هادشي كله غادي نهضروا عليه مي افون دو ديتايي لي شوز قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال كومون بوستولي وشنو هما لي زوفر دومبلوا اللي عندهم اكطويلمون نديرو اون بوتيت كونيسونس كونسيرنون هاد الشركه هادي نتعرفوا عليها ومن بعد نهضروا على لي ديتاي. تري بيان. دونك قلنا جي 4 اس جي 4 سابقا مجموعه 4 شركه سي كيو ري كيو هي شركه متعدده الجنسيات بريطانيه الاصل للخدمات الامنيه وتوصف بانها اكبر جيش خاص في العالم. مقرها رئيسي في كرولي الواقع جنوب لندن في ويست ساكس وتعتبر ثالث اكبر موظف قطاع خاص في العالم بعد وولمارت وفوكس كون فلها اكثر من 657 الف موظف. حاجه اللي ما سهلاش 657 الف موظف وتصنف على انها اكبر شركه امنيه في العالم من حيث العوائد والعمليات في 125 دوله حول العالم. جي 4 اس هي شركه خدمات امنيه بريطانيه متعدده الجنسيات مقرها في لندن لانجلتير. تاسست الشركه في 2004 عندما اندمجت شركة سي كيو ريكور ومقرها لندن مع مجموعة الأعمال الدنماركية. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك توريد أفراد الأمن ومعدات المراقبة ووحدات الاستجابة والنقل الأمن للسجناء. تعمل جي 4 اس أيضا مع الحكومات في الخارج لتوفير الأمن. جي 4 اس هي أكبر شركة أمنية في العالم تقاس بالإيرادات. لديها عمليات في أكثر من 90 دولة مع أكثر من 570 ألف موظف وهي ثالث أكبر صاحب عمل خاص في العالم وأكبر صاحب عمل خاص في أوروبا وإفريقيا ومن بين أكبر الشركات في بورصة لندن. جي 4 اس لديها قائمة رئيسية في بورصة لندن وهي أحد مكونات مؤشر 250 اف تي اس او. تعرضت الشركة لانتقادات وشاركت في العديد من الجدل. تري بيان. الأصول تعود أصول شركة جي 4 اس إلى الشركة حراسة تأسست في كونها في عام 1901 على يد ماريوس المعروف أصلا باسم كوبنهاغن فريد في عام 2000. بون ما ندخلوش في ديتاي بزاف هادو هما لي ديتاي اللي كيهمونا حنايا وهي شفين عندهم مقرات عالمية وبيان سور أي شركة كبيرة وعندها وزن عالمي كتعرض لانتقادات. مي أنا تنقول لكم هاد لا سوسيتي فهي شركة كبيرة عندها مصداقية عندها الجودة باغمي لي غروند سوسيتي أو موند كتساهم في الاقتصاد الوطني وكتساهم في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الدولي أي واحد يتمنى يخدم معاهم. دونك نهضرو على بالنسبة لي زوفر دومبلوا اللي دايرين اكتويلمون. G4 recrute plusieurs profils. À la une, acheteurs commerciaux, emploi, recrutement, finance, comptabilité,
recrutement informatique, ingénieur multinational, offre d'emploi, recrutement à Marrakech. Très bien, je suis venu طالبين وما عندهم في المدن كامله لكن في العالم كامل ماشي غير في المغرب. طالبين دي كوميرسيو ا كازابلانكا، دي كوميرسيال سينيور طونجي، ستاجير، ريسبونسابل ديفلوبمون، تكنيسيان هيلب ديسك، انجلوفون، سوبرفيزور غارديناج، دي كونتابل. GCAT est le leader mondial des solutions de sécurité. GCAT est la plus importante employeur cotée à la bourse de Londres, à la bourse. GCAT dispose de filiales opère dans plus de 125 pays et emploie plus de 635 000 personnes à travers le monde. GCAT est également leader sur le marché marocain, plus de 9 000 collaborateurs à travers le Royaume. Carrière, GCAT est le leader mondial des solutions de sécurité. Et notre rôle est d'assurer la sûreté et bien-être de millions de personnes à travers le monde, aéroports, ambassades, convois d'argent et de valeurs, protection de banques ou de commerce à travers le monde. L'étendue de notre champ d'activité est extrêmement large. Nous assurons également la protection d'importants événements internationaux dans les domaines du sport, culture, divertissement. Et nous avons partenariat de confiance avec d'importants gouvernements, veillant ainsi sur la sûreté et la sécurité du personnel de bâtiments et des importantes organisations mondiales. Notre métier impacte la vie des millions de gens à tous les niveaux. Rejoindre GCAT vous permet d'accéder à un monde de défis riche en opportunités de carrière, offrant la chance de faire partie de la deuxième plus grande main-d'œuvre privée au monde. Pour découvrir la position qui nous correspond le mieux, explorer nos trois niveaux de placement. Sécurité physique. Les menaces auxquelles les entreprises font face aujourd'hui sont variées et en constante évolution. Le conseil d'administration discute maintenant de la gestion efficace des risques afin de pouvoir vous concentrer sur l'exploitation de votre entreprise. Il est donc essentiel que vous disposiez d'un partenaire possédant l'expertise et les ressources requises pour comprendre les menaces et minimiser les risques. Nous sommes expérimentés à l'adaptation de la solution de service en sécurité en fonction des besoins de notre client composé et plus de 400 entreprises de différents types, tailles, opérant dans plusieurs secteurs, qu'il s'agisse du déploiement d'agents de sécurité, surveillance, la gestion de crise, planification, formation ou de conseils relatifs à la sécurité. Nous avons des solutions de sécurité d'une qualité inégalée qui sauront répondre à vos besoins, peu importe votre secteur d'activité. GCAT Maroc fournit des équipes d'agents de sécurité uniformes pour un nombre important de secteurs d'activité. GCAT Maroc s'est taillé une réputation qualité grâce à ses processus de sélection poussés, à son programme de formation. Permettez-nous de vous montrer la possibilité qui existe pour sécuriser votre environnement. Rejoindre GCAT. GCAT recrute plusieurs profils. Na commercial à Casablanca, commercial, des agents de sécurité, des stagiaires achats, responsable développement, technicien helpdesk, superviseur gardiennage et surveillance, des agents de sécurité, des comptables, ainsi de suite. Bon, parce que Canada, elle est une multinationale. Chez une tête bien. Elle a 15 millions d'employés. Parce que Canada, elle a 11 millions dans la médine qui vient d'être les employés. Elle a besoin de les départements. Je n'ai pas de département, il y a le massalé. Maslahat le mawarid le bachari, maslahat le tissal. Service de recouvrement, service juridique, service informatique. Gardez que chill, répétez que le bel endom. Et diplôme endek de faire. Est-ce qu'il y a qui sont les commentaires qui voulaient un endi tel, carré l'informatique, carré l'infographique, carré la peinture. Chill qui disent bah carré la peinture de faire. Et il y a un endi de faire l'homme le CV. Mais endek mais c'est ça. Mais dis je te laisse flouce mais je te fais le CV. Tu fais le CV diel pour tout que l'Allah. D'accord. يقدر بيس يسهل الامور ويسهل الامور ودفع السيفي وكل المستقبل ديالك معاهم كسوا فريشمون ديبلومي ولا باغي تبدل الخدمه ولا باغي تدوز ستاج ولا جو سي با دفع لو سيفي ديالك. انا غادي نخلي لكم السيماره. السيماره هي تعمى لي زانفورماسيون ودفع السيفي ديالك. السيماره غتلقاوها في صندوق الوصف. شنو هو صندوق الوصف؟ غتكليكي على لو تيتر
غيخرج لك صندوق الوصف الرابط بالزرق، غتكليكي عليه، غتدخل غتعمر الاستماره لو نو برينو داكشي وتدفع لو سيفي ديالك. غنعاود من جديد، باش تعمر الاستماره غتكليكي على لو تيتر، يخرج لك رابط بالزرق، غتدخل ليه وتعمر لو نو لو برينو وتعمر داكشي بيان كومي لو فو وتدفع لهم لو سيفي ديالك. نشوفوا الاستماره ديالهم كي دايره، غنخليها لكم في صندوق الوصف. تري بيان، نشوفوا الاستماره كي دايره. غادي تدخلوا غتلقاو بوستولي بوغ ان امبلوا. ديجا فاش تدخلوا الاستماره خصكم تهبطوا لتحت، هبطوا لتحت مزيان تتقراو بوستولي بوغ ان امبلوا. نون اي برينو ديال السميه والكنيه، نيفو سكولير، ديرني اكسبيريونس، لا ما عندكش اكسبيريونس ما تعمرهاش. انتريسي باغ كيل بوست، ريفيرونس، فوالا ريفيرونس هي لو بوست. شنو قاري انت؟ ماركتينغ، دير لهم باغي ديبارتمون ماركتينغ. قاري جوريديك، دير لهم جوريديك. قاري في كونتابيليتي، دير كونتابيليتي. بغيتي سيكوريتي، دير سيكوريتي. عندك نيفو بروفي، دير سيكوريتي. عندك باك بلوس 5 في ماركتينغ، دير ماركتينغ. عندك باك بلوس 5 في دير لانفوغرافي. عندك باك بلوس 5 في كونتابيليتي، دير كونتابيليتي. عندك ليسونس كونتابيليتي، دير الميول ديالك شنو بغيتي دير. وخلي هما يفاريو لو بوست، عيطو لك ودوزو لكونتروتيان وشوفو فين يحطوك. لا فيل غدير المدينة ودير ديبوزي فوتر سي في ودير امبورتي. غاتكليكي على امبورتي وتدخل لو سي في ديالك ودير اونفوي. سيما عندكم غادي تعمرها في 3 4 دقائق ميم با. بلاص ما تفرجش فيديو تافه ضيع الوقت، دخل عمر السي في. تقدروا يعيطوا ليك، يدوزوا لك ان اونتريتيان. كي قلنا لا بريزونطاسيون فو با ديباسي لو نو لو برينو لا سيتواسيون فاميليال اي ليكسبيريونس، ما تطولش بزاف. ومن بعد غادي يتصلوا بك باش كي كنقولوا دوز ان اونتريتيان. كي قلنا ديما لا بواط ميل تكون اكتواليزي، تكون حافظ المود باس ديال لا بواط ميل باش لا صافطوا الكونفوكاسيون. دخل لو ميل تلقى الكونفوكاسيون اجور، ماشي تدخل شارجي وتلقى الكونفوكاسيون داز ديلي وداير لك لوبورتينيتي ديال ديالك. نيمورو التليفون يكون اجور، تكون النمرة ديالك ماشي النمرة ديال صاحبك ولا ديال شي حد، ماشي تكون دايرها مود افيون سيت عليها فشي قنت، تكون النمرة ديالك اجور باش لا عيطوا لك تكون جوانيابل. داكوغ، تكون هادشي كاع منظمو. ونتمنوا حظ موفق للجميع. كي قلنا هذه شركه كبيره عندها مصداقيه كبيره، ما تنجيبوش لكم شركات صغار، كنجيبوا لكم شركات كبار باش حتى خدمتوا معاهم تضمنوا الحقوق ديالكم، يكونوا الحقوق ديالكم مضمونه، وتخدموا في شركه اللي عندها الجوده وعندها لا كاليتي، وكيحترموا العمال وكيحترموا حقوق العمال وكيحترموا المعايير الدوليه للموظفين. داكوغ، وتكونوا مقيدين في يكون عندكم لي بابي ديالكم، يكون كلشي اجور. تري بيان، قلت لكم شركه كبيره عالميه عندها فروع في العالم كامل، قال لك كتساهم في الاقتصاد العالمي، دونك ما عندكم الا تفعلوا لو سي في ديالكم. تري بيان، غادي نخلي لكم حتى من غير رابط، غنخلي لكم حتى الكونتاكت ديالهم اللي بغا يدفع السي في ديريكتومون. داكوغ، وكي قلت لكم حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش الفائده تعم الجميع. داكوغ، لا عندكم دي كيسيون خليهم ليا في لي كومونتير. ان شاء الله غدا ان شاء الله غنعاود نحاولوا نديروا لكم حلقه جديده على شركه جديده. خليكم اجور مع لا شين. لا عندكم بعض الاسئله خليهم ليا في لي كومونتير. نتمنوا اننا نكونوا كنعطيو افاده. داكوغ، ونتمنى حظ موفق للجميع. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.